سي محمد تفضل. الا كان ممكن غير فهاد النقطه هذه انا نفتح قوس في هذه النقطه انا بغيت نضيفها بخصوص فريق الرجاء جوج ديال الاشياء اللي بدانا نذكرهم. الشيء الاساسي هو ان فريق الرجاء في المواسم الاخيره لا يمكن ان يحقق النتائج الا في ظل الازمه. ولاحظ لما كانت ازمه ماديه وكان يدرب انذاك يعني جمال السلامي يدرب فريق الرجاء حصل على البطوله وحصل على بطوله العرب وكان قريبا من تحقيق لقب افريقي. بالسنه الماضيه ايضا شنو كان؟ كانت ازمه رئاسه. هذا عباره كان الرئيس يعني خارج ارض الوطن وكان النائب ديالو هو الذي يسير يعني بالنيابه يسير امور فريق الرجاء ويعني وتمشت الامور واعطت نتائج وخدا فريق الرجاء البطوله. الشيء الثاني اللي بدانا نذكروه هو البروفايل ديال المدرب. فريق الرجاء يتحمل مسؤوليه والاداريون والرئيس وغيره يتحمل مسؤوليه في اختيار البروفايل الاول. البروفايل الاول ما كانش قبيح لان حقق النتائج في الاول على المستوى الافريقي وفي بدايه البطوله، ولكن اش وقع؟ الصرامه ديال هذاك المدرب خلت اللاعبين يتمرضوا. اللاعبين هما اللي تمرضوا وما بغاوش المدرب، بدليل انه من نيجا يعني المساعد ديالو اللي هو الجناني يعني سبحان الله ما كانوش يربحوا جا الجناني ربحوا ثلاثه. يعني شنو دار الجناني؟ دامي عنده عصا سحريه. اللاعبون لم يكن يرغبون في المدرب الاول ويعني خلاو يعني هم الاساس كانوا سبب في مجموعه من هزائم عصفت بالمدرب وبالتالي يعني جعلت فريق الرجاء البيضاوي يغير الاطار التقني بإعازة من اللاعبين. ولا غندخلوا ربما في موضوع اخر اللي هو من يعين، هل الاداري ام اللاعبون؟ هل اللاعبون هم الذين يحافظون ام لا؟ هذه شيء اخر وموضوع اخر.